كنت نغني امازيغي كانت يعني وارده عندنا انا واداره الاعمال من شحال هادي، وبغينا نديروا الانماط كاملين الانواع كاملين ديال الاغاني. وان شاء الله علاش لا، خاصني غير نتقنها، كنبغيش نغني شي حاجه وما نتقنهاش، فخاصني نتقنها حيت انا اصلي سوسيه امازيغيه، ولكن ما كنعرفش نهضر بها لان ما يعني تربيت في فاس، كبرت تولدت فاس وكبرت فاس، بابا كبر فاس وتولد فاس، فجدودي وداكشي ما حضرتش ليهم وما تعلمتش السياح. بالنسبه للفيلم 30 مليون كان تحيه كبيره للسيناريست بشرى ملاك والمخرج ديالو ربيع شجيد، وتحيه للدراري كاملين زملائي اللي خدموا من قلبهم، وكان نبغي نقول لهم مباركم سعود هذا النجاح لينا كاملين، وكان تجربة زوينة سينمائية والحمد لله لقى نجاح كبير، يعني حتى في السينما الناس ما كيلقاوش بلاصتهم حتى كيعاودوا يرجعوا مرة أخرى، فالحمد لله. وإن شاء الله اللي جاي أحلى، نقدروا نعودوا أفلام أخرى إن شاء الله من بعد.